وجودي ك انا زي ما انت عارف ان انا درست السينما في جامعة نيويورك، فبوجودي اللي انا بتعلم وانا واقف بعد 3 شهور في الفيلم، فبتعلم، فقلت اتعلم ده واجيبه مصر، وليه لا ما اجيبوش الاقليم، اقليم من اقاليم، فانا بورسعيدي، فقلت ليه لا وانا اجيب باك ادي لاهلي واحبابي في بورسعيد. عرفت الورشة دي عن طريق أصحاب ليا، يعني عرفوني، هو عارفين إن أنا بحب التمثيل ونفسي إن أنا أكون ممثلة، ف يعني مكدبتش خبر. رحت وسألت عن الورشة وكده، فطلع إن الموضوع جميل جدا، وطبعا ما كنتش مصدق طبعا. فالحمد لله بتاع، فكان اتعامل معاه خلال شهر ونص اللي احنا قعدنا فيه الجنايز، وبعد كده ما جه هنا، يعني انطباع عليه الحمد لله يعني زي ما هو، ان بلد متواضع جدا، اوبنز ان اسمع اراء الناس كلها. طبعا هو في ميكر مخرج برضه، فدي قرار ان هي بس تبقى يديك المساحه اللي انت عايز تعمله يجيب لك فري، يعني اشتغل. أنا النهاردة سعدت جدا بوجودي في مكتبة مبارك هنا في محافظة بورسعيد، والحقيقة وجودي النهاردة في ورشة التدريب السينمائي الخاصة بتدريب مجموعة من الشباب على تقنية السينما وعلى أساليب الإنتاج السينمائي. طبعا كان جميل جدا للشباب اللي عنده طموح، انا يهمني جدا موضوع الطموح ان احنا نحقق نموذج ناجح والشباب. اكتر حاجه استفدت منها اللي هو ازاي نعمل تيم كله يبقى متعاون مع بعض، وكل الناس بتعمل شغلها مع بعض في الاخر ان هم يطلعوا حاجه كويسه. واعتقد ان دي ان شاء الله يكون ليها يعني ليها استفاده كبيره بالنسبه لمجموعه الشباب اللي حاضرين للورشة، وأعتقد إن شاء الله يكون الشباب دول يكون فيهم ناس يعني نسمع عنهم قريب في مجال السينما بإذن الله. أعتقد إن إحنا إن شاء الله مش بس إحنا هنعمل أفلام قصيرة، والأفلام القصيرة بتكبر، وفي الآخر خالص نعمل سينما إقليمية، نعمل فيتشر فيلم طويل.